شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في المناقشات المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الدور المهم لاقتصاديات العمل المناخي في تعزيز الأمن العالمي نعم بن دينا أكد في كلمة مملكة البحرين أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية والثاقبة لجلالة الملك المفدى وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبنت البحرين نهج تطوير خطة الاستثمار الوطنية للتكيف والتي تهدف لزيادة مرونة البحرين في قطاعات المياه والزراعة والتنوع البيولوجي والتنمية الحضرية، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة على تكريس جهود المجلس الأعلى للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والدراسات البيئية. هذا وأوضح بن دينا دور التمويل المناخي في الحفاظ على السلام وأهمية التزام الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للتمويل الدول النامية للتخفيف من آثار تغير المناخ ودعمهم كذلك بمبلغ 40 مليار دولار لصندوق التكيف